بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، ويسر لنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الأخلاق ما حيينا يا رب العالمين، واقبل ذلك منا يا أرحم الراحمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه منيب. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وعبادتك ما حيينا يا رب العالمين، واقبضنا على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين. وتولى قبض أرواحنا بيدك يا رب العالمين، وشفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لوالدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقارئ أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وبدأنا في فقه المعاملات، تكلمنا على البيوع وتكلمنا على الربا، واليوم نتكلم على باب في فصل في بيان أحكام الخيار. أحكام الخيار أي أن عقد البيع عقد لازم، ولزوم عقد البيع ينبني عليه التملك والتصرف وغير ذلك مما ينبني عليه، لكن هناك بعض الشروط جعلها الشارع لأحد المتعاقدين حتى يستبين ما فيه مصلحته، حتى لا يكون هناك تسرع، فجعل هناك أنواع من الاختيار حتى يختار بها أحد المتعاقدين لزوم العقد أو فسخه، لأن يمكن الإنسان يتسرع في عقد من العقود فيبين بعد أن فعله أنه ليس فيه مصلحة له فيريد أن يخرج منه. فجعل الشارع للإنسان المسلم المتعاقد في هذا العقد القدرة على الفسخ بشروط اشترطها وجعلها شروط اختيار، أي أن العقد يظل على الاختيار فترة يستطيع الإنسان فيها إن هو يتحرر منه. والاختيار جعلها الشارع في مذهب الشافعية ثلاثة أنواع: خيار مجلس، وخيار شرط، وخيار عيب. يعني طالما هما في مجلس العقد هما بالخيار، زي الناس العوام يقول لك إيه، البايع والشاري بينهم يفتح الله، يفتح الله عن الفسخ. طول ما هم قاعدين في مجلس العقد يقدر كل واحد يقول له افتح الله يعني انا مش هشتري، طالما في مجلس العقد يسموه خيار المجلس. كويس، لان ممكن انت تجلس وتبتدي تشاور عقلك وتبتدي تتفق، وبعدين في اثناء المجلس تقعد برضه تفكر وتشاور عقلك تاني، وبعدين لك ان طول ما انت في المجلس ولم يحدث افتراق بالابدان ولا بالعقل يعني بالجنون ولا بالأرواح يعني بالموت، طول ما أنت في المجلس يبقى لك أن تختار لزوم العقد أو عدم لزومه، أو يسموه إيه؟ اختيار المجلس، خيار المجلس. وعندنا إحنا المجلس الفراق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ده نص حديث النبي أهو، البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق فإن بين وصدق، يعني بين العيب وصدق في الثمن، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، شوف ادي معنى خيار المجلس اهو، يبقى معناه لو تفرقوا لزم، بقى عقد لازم، واضح؟ يبقى جابوا خيار المجلس من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهل التفرق بالاقوال ام بالابدان؟ يعني هل لو احنا بنتكلم في العقد وانتهينا واتفقنا ثم فتحنا مواضيع شتى، بنتكلم في اي حاجه، في السياسه، في اي حاجه، في الاحوال الشخصيه بتاعتنا، اتجوزت امتى، انت ساكن فين، ايه العربيه بتاعتك دي، ماركه ايه، ايه الشياكه دي، ايه الحذاء اللي انت لابسه ده، جايبه منين، اي مواضيع اخرى، كلت ايه امبارح، طب ما تيجي ناكل النهارده حاجه مع بعض، اي مواضيع بقى خارج العقد. يبقى ايه، هل هذا يعتبر افتراق ولا لازم الافتراق يكون بالابدان، اننا نخرج من مجلس العقد او نتحرك منه؟ في بعض المذاهب قالت ان المجلس العقد التفرق فيه يكون بالاقوال، لكن الشافعيه قالوا لا، بالابدان. يعني حتى لو اتكلمنا في اي موضوع خارج العقد، طالما لسه قاعدين في مجلس العقد احنا ما زلنا بالاختيار، حتى لو غيرنا الموضوع. دار الشافعيه رايهم كده، يكون الاختيار الفراق يتم بالابدان او بالارواح لو مات احدهما، احد المتعاقدين، هو في مجلس العقد بعد ما اتفقنا واستبينا وقبضنا وكل حاجة تمام، طلعت روح احد الطرفين، بقى لازم، بقى عقد لازم، لان تم الفراق هنا بالارواح. طب اتجنن، تم العقد، لان صار الفراق هنا بالايه، بالعقل، عقله غاب عنه بعد ما كان عاقل لحظة اتجنن. يبقى قالوا ان الخيار خيار المجلس، ويكون الفراق بالابدان او الارواح او الايه، او العقل، واضح؟ ده الشافعيه رايهم كده. بعض المذاهب الثانيه كانت ترى ان الفراق يكون بالاقوال، يعني لو دخلنا في موضوع ثاني يبقى تم العقد ولازم، واضح؟ يبقى عندنا خيار المجلس وعندنا خيار الشرط. يعني ممكن اتفق معاه واقول له والله العقد ده احنا اتفقنا واستبينا وكل حاجه على الثمن وعلى المبيع، لكن بشرط لما اروح البيت واشوفه كده واجرب البضاعة دي، لو لقيتها هتنفعني في خلال 3 ايام ممكن ارجع في كلامي، بعد 3 ايام خلاص. يبقى يسموه هنا خيار شرط، ويكون مدته مدة 3 ايام مثلا، بحيث ان البضاعة دي لا تفسد في فترة ايه، ال3 ايام. يسموه خيار شرط، شرطت على شيء معين، او شرطت على اجنبي، على موافقة اجنبي، اقول له والله انا موافق بس انا هاخد راي ابويا، لو ابويا قال لي الموضوع ده كويس يبقى خلاص، لو ابويا رفض يبقى خلاص اعتبر العقد فاسخ. يبقى ده شرط برضه، شرطه على اجنبي عن العقد، واضح؟ ابيه او زوجته او خاله او اي حد، او اولاده، يقول انا هبيع البيت ده واستفقنا على السعر وكل حاجه، بس ايه، بشرط لما اشاور ولادي، لما شاور اولادي، بقى خيار شرط، واضح؟ وفي حاجه اسمها خيار عيب، خيار العيب، يعني لو ظهر عيب في المبيع، روحت البيت لقيت المبيع ما فيهوش نفس الشروط اللي انا عايزها، لا يؤدي المصلحه اللي انا طالبها منه، فاسد، كويس؟ يبقى في الحاله دي ارده بالعيب. الملكيه عندهم خيار رابع، خيار الرؤيه. الملكيه عندهم خيار الرؤيه، لأنهم يجوز عندهم بيع الغائب بس بشرط خيار الرؤية، واضح؟ الشافعي عندهم لا يجوز بيع الغائب أصلا، وبالتالي محتاجوش يشترطوا خيار الرؤية، فهم؟ لأن الشافعي عندهم قفلوها من الأول، قالوا لا يجوز بيع الغائب، واضح؟ لكن الملكية أجازوا بيع الغائب بشرط خيار الرؤية، بحيث إن لما أشوفه ممكن أرده لو ما عجبنيش، واضح؟ الشافعي ما حطوش خيار الرؤية لأن لا يجيز بيع الغائب أصلا، واضح؟ وبالتالي لا يجيز العقد من الأعمى، فيش أعمى يعني إيه يقوم بعقد بيع وشراء إلا في شيء قد رآه قبل أن يفقد بصره ولا يتغير. يبقى صح في الظروف دي،
لكن هو دلوقتي ما شافوش قبل كده، وهو ليس عنده وسيلة لرؤيته، فازاي يتم العقد به؟ ما ينفعش. يبقى الأعمى يجيب مبصر معاه عشان يتم العقد. واضح؟ لأن عندنا الرؤية ضرورية لانتفاء الجهل من المبيع، لأن الجهالة إذا دخلت في عقد البيع تبطله. إذا دخلت الجهالة في عقد البيع تبطله. تشتري حاجة أنت مش شايفها، تشتري حاجة أنت مش عارف قدرها ولا وزنها. واخد بالك؟ كل الحاجات دي جهالات. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع إيه؟ الطير في الهواء والسمك في الماء، لأنها بيع جهالة كلها. واضح؟ يبقى إحنا عندنا 3 خيارات في مذهب الشافعية في عقد البيع، لكن في المالكية عندهم خيار رابع. 3 خيارات في الشافعية: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. هنقرا النهارده الباب ده. فصل في احكام الخيار. بنقرا الاول اللي في الهامش، بنقرا اللي في الهامش اللي هو متن ابي شجاع مع شرح ابن قاسم الغزي الاول قبل ما نقرا حشيه البيجول. فصل في احكام الخيار والمتبايعان بالخيار بين امضاء البيع وفسخه. إمضاء البيع يعني لزوم البيع، وفسخه يعني إنهاؤه. أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم ما لم يتفرقا، لأن نص الحديث ما لم يتفرقا، فجاب نص حديث النبي أول. أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما. شفت التفرق هنا بالأبدان أهو، ببدنهما، لأن ده مذهب الشافعية، التفرق بالأبدان. بعض الصحابة كان يرى أن التفرق يكون بالأقوال وليس بالأبدان. كويس؟ يعني يدخلوا في موضوع تاني. لكن سيدنا عبد الله بن عمر كان يرى أن التفرق بالأبدان، فأخذ سيدنا الإمام الشافعي مذهبه على مذهب سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي الذي كان يرى أن التفرق يكون بالأبدان. واضح؟ عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. طب ممكن احنا واحنا قاعدين في المجلس نتفق ان خلاص انتهى العقد ولزم خلاص ونفضل قاعدين، يبقى احنا اخترنا ان ايه الخيار، ان الخيار غير موجود خلاص، اخترنا اللزوم، اتفقنا انه لزم العقد حتى بالرغم اننا ما زلنا في المجلس، لاننا ايه تنازلنا بالاتفاق عن خيار المجلس. واضح؟ أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، فلو اختار أحدهما، طب افرض اختار أحد الطرفين البائع والمشتري والتاني ما اختارش، يبقى يسقط خيار المجلس لمن اختار اللزوم ويظل خيار المجلس لمن لم يختار اللزوم. سهل الحكاية. واضح؟ لأن كل إنسان ملزم باختيار نفسه. فلو اختار أحدهما لزم العقد ولم يختار الآخر فورا سقط حقه في الخيار وبقي الحق للآخر. كويس؟ ولهما أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترط الخيار في أنواع المبيع، اللي هو إيه؟ خيار الشرط يسموه، خيار الشرط. يشترط الخيار يعني يشترط الخيار الاختيار على شروط معينة يشترط عليه. كويس؟ في أنواع المبيع إلى 3 أيام، يبقى خيار الشرط مدته 3 أيام، طب بعد 3 أيام ما اتصلش بيا يبقى العقد لازم. واضح؟ ما يجيش بعد شهر يقول لي أنا مش عاجبني البيع وأنا رجعه لي، ما ينفع. يبقى اسمها إقالة مش فسخ، اسمها إقالة. يعني لو جه بعد اختيار الشرط اللي هو 3 أيام قال لي أنا مش عايز أستمر في العقد، في الحالة دي اسمها إقالة، والإقالة غير لازمة، يعني ده بقى حسن عشرة مني إن أنا أقيله أو لا أقيله، لأن لازم العقد خلاص. لكن من حسن العشرة إن أنا أقيله، أقيله ذوي الهيئات وأصحاب العثرات، الرسول قال لنا كده، من باب حسن العشرة وليس من باب اللزوم. يعني لو في تقاضي، القاضي ما يقدرش يحكم باللزوم. واضح؟ لأنه لازم العقد خلاص. لكن باب حسن العشرة معلش، هو بان وندم وبعد 3 4 بعد شهر ولا سنة حتى، وجاب يتصل بيا بيقول لي والله معلش انا عايز ارجع في البيعه دي. ما فيهاش ترجع بالبيعه، البيعه تمت خلاص، ايه اللي ترجع فيه؟ لكن في الحاله دي تقول له اقلتك، ودي من باب حسن العشره وليها ثواب كبير عند الله.
لكنها مش لازمة، يعني لو ما أقلتوش لا تأثم شرعا، لا تأثم شرعا. يبقى في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الفضل، فالإقالة من باب الفضل واللزوم من باب العدل، واضح؟ ما فيهاش ظلم يعني بالطرف. إلى 3 أيام وتحسب من العقد لا من التفرق. بتحسب بقى ال3 أيام دي نبتديها من إمتى؟ من العقد ولا من التفرق؟ يعني إحنا اتفقنا على العقد ده وإحنا كنا مسافرين وقاعدين في فندق بره في الصين بنشتري شوية بضايع مع بعض تجار، وقاعدين في الفندق ده أسبوع مع بعض في نفس الأوضة، واخدين أوضة سريرين، وإحنا 2 تجار. وبعدين اتفقنا في اول يوم على اننا لما ايه اننا بعت له كذا او اشتريت منه كذا وخلاص واتفقنا، لكن مجلس العقد مستمر اسبوع، وفي خلال الاسبوع ده كله لحد ما رجعنا ما فيش احد من الطرفين رجع في كلامه. نحسب ال3 ايام من امتى؟ من اول نهايه المجلس ولا من اول العقد اللي من اسبوع؟ نحسبها من اول العقد اللي من اسبوع، يبقى فاتت ال3 ايام، واضح؟ لأن قد يظل التفرق يقعد 3 أيام، لكن العقد بياخد لحظات. يعني نفس العقد بعتك كذا بكذا قبلت، ده بياخد لحظة. لكن ممكن مجلس العقد يستمر 10 أيام. نحسبها من نهاية المجلس ولا من أول العقد ال3 أيام دي؟ خدت بالك؟ لا، بنحسبها إحنا في الشافعية من بداية العقد، من نهاية العقد، مش من نهاية التفرق. فهمت بقى المسألة؟ وتحسب من العقد لا من التفرق. فلو زاد الخيار على 3، طب افرض ازداد الخيار على 3 ايام، قال له اديني مهله شهر بس كده اجرب الحاجه كده وبعدين ابقى ارد عليك، عايزها شهر مش 3 ايام، بطل العقد، لان هيبقى فيه ظلم، هينبني عليه ظلم بقى ويعطلني. افرض انا تجيلي فرصه كويسه للبيعه، ادام انت كده مقلق، طب سيبني انا بقى بحريتي اعرف ابيع بقى، انما تحجزها عندك شهر وبعدين في الاخر ترجعها لي وتضيع عليا انا فرص، ما كده هيبقى في ظلم. فهمت بقى؟ 3 ايام، ازيد من 3 ايام يبقى يفتح الله. طب سلام عليكم. عايز يشر ايه مده خيار اكتر من 3 ايام، اقول له يفتح الله سلام عليكم، فكر يا عم واعتبر اللي بيننا ما فيش ارتباط، واضح؟ يبقى لو زاد عن 3 بطل العقد، يعني كان ما فيش عقد، واضح؟ ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشتركة أيضا بطل العقد. أنا بشتري منك طبيخ، الطبيخ ده أصلا يحمض بعد يوم والدنيا حر، نقوم نشترك 3 أيام يعني أكون كلته وهضمته وبعدين أرجعه؟ طب ما ينفعش، ولا أرجعه لك حامض فسدان؟ ما ينفعش. يبقى لازم مدة الاختيار دي ال3 أيام لا ينبني عليها فساد المبيع، فلو انبنى عليها فساد المبيع بطل العقد، واضح؟ ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. وإذا وجد بالمبيع عيب نقف عند دي، يعني خلينا النهاردة نحاول نخلص الشرطين دول اللي هو خيار المجلس وخيار إيه الشرط، خلي خيار العيب بعدين، نشوف كلام الشيخ البيجوري بيقول إيه. فصل في بيان أحكام الخيار. ولفظ فصل ساقط من غالب النسخ، يعني قايل في معظم النسخ بيان احكام الخيار بس من غير كلمه فصل، كويس؟ في نسخ كتير وفي نسخ تانية فيها كلمه فصل في بيان احكام الخيار. واعلم ان الاصل في البيع اللزوم، الاصل في عقد البيع اللزوم طبعا، لانه هينبني عليه تملك وينبني عليه انتقال ملكيه وحريه تصرف، فبينبني عليه الحاجات دي كلها. فطالما هينبني عليه حريه تصرف وانتقال ملكيه يبقى لازم يكون لازم، لأن القصد منه الملك والتصرف، مش كده برضه؟ وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين، لأن طبيعة الإنسان عجول وممكن ما يكونش يتدبر مصلحته، فالشارع يعلم في إيه؟ في المكلف إن هو عجول وأحيانا متسرع ولا يتدبر، فإداله إيه الخيار ده علشان يعرف إيه؟ يعني يحافظ على ماليته وما ما يقعش في عقود ينبني عليها ضرر بالغ ليه، فاداله برضه فرصه يتروى رفقا بالمتعاقدين. وهو 3 انواع عند الشافعيه، 3 انواع: خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب، واضح؟
ويثبت خيار المجلس قهرا على المتعاقدين حتى لو شرط نفيه بطل البيع. يعني اتفقوا على ان العقود البيع اللي بيني وبينك ما فيهاش خيار مجلس، ايه رايك بقى؟ وهما تجار مع بعض كل يوم بيتعاملوا، يقول لك لا ما ينفعش، يبقى البيع اللي بينهم ده كله باطل. طالما شرطوا نفي خيار المجلس يبقى البيوع اللي بينهم دي باطله، لا ينبني عليها لزوم ولا ينبني عليها انتقال ملكيه ولا حريه تصرف. واضح؟ يبقى حتى لو هما تنازلوا عنه يظل، لان ده لزوم من الشارع، لزوم من الشارع. واضح؟ حتى لو شرط نفيه بطل البيع. وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب قوله والمتبايعان الى اخره، الواو هنا للاستئناف كما مر في نظائره، والمتبايعان على وزن متفاعلان من التبايع والمراد بهما البائع والمشتري. وقوله بالخيار اي متلبسان بالخيار، يعني خيار المجلس، وهو يثبت، خد بالك من التعريف ده، وهو خيار المجلس يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملق قهري ولا جرت مجرى الرخص ولو في ربوي او سلم. افهم الكلام، لان كلام دقيق، الفقهاء كلامهم يتوزن بالذهب. بيقول هنا وهو يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة. اما يقول على عين يبقى خرج المنفعة، ما فيهاش خيار مجلس. الإيجارة، عقد الإيجارة ده عقد منفعة، مش كده برضو؟ يبقى لما يقول على عين، كلمة عين دي يعني شيء معين، يخرج المنفعة لأن المنفعة عرض. واضح؟ طيب، على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملق قهري. تملق قهري خرج بها الشفعة، كلمة التملق قهري خرج بها الشفعة، لأن الشفعة ما فيهاش تملق قهري. واضح؟ ولا هناخد بعد كده عقد الشفعة على فكرة بعد كده، لكن هو بيحاول يجمع لك. ولا جرت مجرى الرخص عشان يخرج الحوالة، هناخد عقد الحوالة بعد كده. ولو في ربوي أو سلم أو استعقب عتقا، فيثبت للبائع والمشتري في بيع الأصل أو الفرع. أو استعقب عتقا فيثبت للبائع والمشتري في بيع الأصل أو الفرع، وللبائع فقط في بيع من أقر المشتري بحريته أو شهد بها لأنه من جهته بيع، ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته افتداء. كل دي بقى شروط. يعني بيقول لك هنا ايه؟ او استعقب عتقا فيثبت للبائع والمشتري، يعني حتى ولو كان هينبني على العقد ده عتق برضو خيار المجلس، شرط المجلس، خيار المجلس موجود، بالرغم ان الشرع متشوف للعتق، لكن برضو خيار المجلس موجود. يعني لو واحد بيشتري عبد ليعتقه يفضل في خيار المجلس، طالما حتى ولو هيستتبعه العتق، لان احنا قايلين ان ما يستتبعه العتق والشرع متشوف للعتق قد يتنازل عن بعض الامور، هنا ما يتنازلش عن خيار المجلس. واضح؟ والمشتري في بيع الاصل او الفرع، فيثبت للبائع والمشتري في بيع الاصل او الفرع. في بيع الاصل يعني بيع الاب او بيع الابن يعني. وللبائع يعني بيبيع العبد كأب أو بيبيع العبد كابن يعني. واضح؟ وللبائع فقط في بيع من أقر المشتري بحريته أو شهد بها لأنه من جهته بيع، يعني يثبت خيار المجلس. افرض إن أنا رايح أشتري عبد من عند إيه؟ من عند سوق العبيد، فلقيت البائع اللي بيبيع الرقيق بيعرض عليا واحد، الواحد ده لما شفته لقيته ده كان امير، ده راجل من الامراء الكبار، فلقيته ما ايه حابسينه ورابطينه وبيبيعوه عبد، فقلت له لا ده راجل حر، ازاي يبقى ده رقيق؟ فانا مشتري اقريت بايه؟ بحريته،
يبقى خيار المجلس للبائع مش ليا بقى. البائع يقول لا، لكن انا خدته من سوق العبيد ودفع فيه فلوس، فيبقى يثبت خيار المجلس للبائع دون المشتري اللي اقر هو بحريته. فهمت ازاي؟ كلها نماذج مش موجوده دلوقتي، لكن هي بتربي فيك الملكات الفقهيه. بس ازاي انت يعني تفكر في مثل هذه الامور؟ وللبائع فقط في بيع من اقر المشتري بحريته او شهد بها لانه من جهته بيع، ولا يثبت للمشتري لانه من جهته افتداء. يبقى هو لما من جهه المشتري لما يشهد بحريته يبقى الثمن اللي بيدفعه ده افتداء مش عقد بيع، ده بيفتديه بقى. لكن الثاني عرضه سلعه من جهته بيع، فمن جهته طالما بيع يثبت له خيار المجلس، ومن جهه انا افتداء ليس لي خيار المجلس. واضح الكلام؟ علشان تفرق الاحكام في الايه في العقد الواحد دي نقطه مهمه بتغير حال ايه اطراف العقد. ولا يثبت في شراء العبد نفسه من سيده. ما يثبتش خيار المجلس لما يشتري العبد نفسه من سيده. العبد قاعد مع سيده بيقول له يا بقول لك ايه يا سيدي، انا عايز اشتري نفسي منك، انا تعبت من العبوديه واريد ان انا اشتري نفسي منك، تحب تاخد فيا كام؟ يقول له 30,000. يقول له انا موافق اديك 30,000. كويس. والعبد ده قاعد بيتكلم في العقد ملوش خيار مجلس العبد ده نفسه، لكن السيد له خيار مجلس. واضح؟ يعني ممكن في اي وقت يقول له لا انا شايف ان انا مش عايز ابيعك، انا شايف انك انت راجل كويس وانا مبسوط منك، ليه ابيعك؟ يقول له عشان خاطر، يقول له لا مش هبيعك. او يقول له اتفقنا بس هات لي كوبايه ميه اشرب، ولسه العقد من المجلس ما انتهاش. بعد ما شرب كوبايه الميه يقول له ايه؟ بقول لك ايه، انا قبل ما اشرب كنت عطشان كنت موافق، بعد ما شربت بقى انا شايف ان انا مش موافق. خلاص. يبقى هو خيار المجلس مستمر طالما للسيد. العبد ملوش خيار مجلس لما يشتري نفسه من سيد، اما بكتابه او بغير كتابه. يعني ممكن يبقى بيشتري نفسه مكاتبه على اقساط، على اقساط يعني، او كاش. لانه كان زمان في بعض العبيد بيبقوا اصحاب مهن، بيبقى اصحاب مهن يكسب يعني. ممكن عبده بيشتغل دكتور طلع جراح وفتح مستشفى استثماري وبقى عنده ملايين وهو عبد، وعنده الفلوس دي بقت زي الرز، بس عايز يخلص من رق العبوديه، عايز يشتري نفسه. هو كل ما كسبه دي ملك سيده اصلا، لكن سيده اداله الحريه لانه بيحسن التصرف في المال فتضخمت امواله، فهو عايز يتحرر. بس الناس متصوره عبد ده معناه قاعد طول النهار يمسح السلم ومدخل، لا، ده ممكن يبقى ايه درجه عاليه من العلم وعنده درجه عاليه من الذكاء، وممكن يكون اذكى من سيده كمان وافضل منه. انت شايف ان في عبيد كانوا بيحكموا مصر، المماليك كانوا حكام في مصر، كانوا ساكنين القصور وهم عبيد مماليك، عصر طويل من عصور مصر حكمها العبيد. فمش شرط عبد يعني معناه ان هو يعني ما بيعرفش يعني يشق طريقه في الحياه، لا، يعني في عبيد. عشان كده ربنا بيقول ايه، ربنا بيقول في القران وان علمتم فيهم خيرا فاتوهم من مال الله الذي اتاكم. فقيل خيرا اي قدره على الكسب، عنده قدره على الكسب. خلاص، طالما انت شايف ان هو عنده قدره على الكسب وطلب ان هو يحرر نفسه منك والشرع متشوف لعتق، اقبل يا اخي وحرره، هذا مش هيبقى عالة على المجتمع. واضح؟ فهنا بيقول ايه، ولا يثبت يعني خيار المجلس في شراء العبد نفسه من سيده، ولا في بيع ضمني كأن يقول شخص لآخر اعتق عبدك عني بكذا فيقول اعتقته عنك، لان مقصودهما العتق. يعني واحنا قاعدين في مجلس وانا علي عتق رقبة مثلا، فقلت للراجل اللي هو صديقي اللي قاعد معايا اعتق عبدك عني بألف، انا شايف ان هو عنده عبد ملكه وانا عندي عتق رقبة عليا، فقلت له اعتق عني عبدك بألف، فوافق. خلاص انتهت، مفيش خيار مجلس بقى، حتى لو قعدنا بعد كده ساعة واتنين الواد اتعتق خلاص. واضح؟ لانه هينبني عليه عتق، لان ده بيع ضمني، بيع ضمني. كأنه بيقول له ايه، يعني بيقول له بعني الاول، بعني عبدك
ثم بعد ذلك وكله في عتقه، فهمت؟ بس مبيع ضمني داخل عقد وكالة، يعني عقد بيع وعقد وكالة في آن واحد، بيع ضمني يسموه، واضح؟ كان يقول لشخص لآخر، شخص لآخر: أعتق عبدك عني بكذا، فيقول: أعتقته عنك لأن مقصودهما العتق، فخرج بالمعاوضة الهبة. لما بيقول هنا، شوف بقى، أما قال في الأول التعريف: يثبت في كل معاوضة محضة. أما كلمة المعاوضة دي اللي قالها خرج بيها الهبة، لأن الهبة مش معاوضة، خلاص؟ الهبة بلا ثواب. احنا عندنا الهبة هبتين: هبة بلا ثواب وهبة بثواب. الهبة بلا ثواب ان انا بدي مال لانسان، او بدي لانسان شيء مالي، مش شرط مال اوراق مالية، ممكن اديله عربية، اديله ارض، اديله شقة، اي حاجة متمول، كويس، بلا مقابل، هبة، يسموها هبة بلا ثواب، يعني مش منتظر منه ثواب، كويس، يبقى دي مش معاوضة، لان انا مش هاخد منه حاجة، دي معاوضة، انا هاخد من الله بقى مش من العبد، يسموها هبة بلا ثواب. لكن في هبة بثواب اللي احنا نسميها ايه؟ النقطة. النقطة دي هبة بثواب، ادي فيها معاوضة. الناس متفقين ان فلان اما يجوز بنته كل البلد تنقطه، ويكتب اسماء اللي نقطوه ده، كل واحد دفع له كام، عشان كل واحد لما يجي يجوز ابنه يرد له اللي دفعه او ازيد، مش كده برضو؟ اهي دي اسمها هبة بثواب، ادي معاوضة، دي معاوضة محض. لكن الثانية الهبة بلا ثواب مش معاوضة، خرجت، واضح؟ يبقى في هبة بثواب وهبة بلا ثواب. الهبة بلا ثواب ونحوها. وأما الهبة بثواب فهي بيع، فيثبت فيها الخيار على المعتمد، يثبت فيها الخيار على المعتمد، لأن بالضبط البيع، يعني أنا بديله دلوقتي 10 جنيه على إنه هيديهاني بعد كام سنة 15 جنيه 20 جنيه، ما الأسعار بتختلف. العشرة جنيه الايام دي وهو بيجهز بنته هتجيب لها طقم صيني مثلا، الاسعار رخيصة. جاء بعد كده وهو بيجوز ابنه بعد 5 6 سنين، انا هجيب ديله طقم الصيني دلوقتي بقى ب 30 جنيه، اروح مديله 30 جنيه، لان ال 30 جنيه دي كانت هي قيمة العشرة، لانها مش جنس ربوي، احنا قايلين الاموال دي مش جنس ربوي. مش تقول لي اشترط التماثل، التماثل ايه يا عم؟ دي عروض تجارة، دي بيع، ده بيع، عروض تجارة، فهمت بقى المسألة؟ فيبقى في الحالة دي الهبة بثواب ده عبارة عن عقد معاوضة، معاوضة، واضح؟ بس معاوضة على الأجل، لما يجي لك الفرصة والمناسبة حد يدفعها لك. والناس عملوها ليه؟ تكافل، من باب التكافل، كأن بالظبط جمعية، يعني أنا إيه بدفع بالتقسيط في المناسبات لكل اهل القريه في مناسباتهم بالتقسيط، تيجي لي انا مناسبتي يروح جمعوا لي ده كله، كان بالظبط كانت جمعيه وقبضتها دلوقتي، مش كده برضو؟ فيبقى ايه؟ بيعتبروها ده عقد بيع معاوضه، الهبه بثواب، واضح؟ فهي بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد، خلافا لما جرى عليه في المنهاج وبالمحضه وهي التي تفسد. اما قال لك عقد يثبت في كل عقد معاوضة محضة، معاوضة خرجنا الهبة بلا ثواب، طب وكلمة محضة؟ خد بالك كلمة محضة خرجت حاجات برضه، وبالمحضة وهي التي تفسد بفساد المقابل، بفساد المقابل غير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل. وبالمحضة وهي التي تفسد بفساد المقابل. ايه هي المعاوضة؟ المحضة اللي تفسد بفساد المقابل، واخد بالك؟ المعاوضة المحضة، يعني انا بشتري منك عربية، قبل ما تسلمني العربية، العربية اتحرقت، يبقى فسد العقد خلاص، ما انت ما سلمتنيش، ده اتحرقت قبل ما تسلمها، فسدت بفساد المقابل، يبقى دي عقد معاوضة محضة. لكن انا بتجوز بنتك وبعدين ما دفعتلكش المهر، ما دفعتلهاش المهر، هل ده يفسد بفساد المقابل؟ العقد مستمر، يبقى دي مش معاوضه محضه، عقد النكاح مش معاوضه محضه، يعني لا يفسد بفساد المقابل، واضح؟ لكن عقد البيع يفسد بفساد المقابل، فهمت؟ فكلمه محضه
خرجت العقود التي الغير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل. فهمت؟ كالنكاح ونحوه، كالنكاح والخلع وغيره وغيره، حاجات كتيرة زي النكاح وزي الخلع. وبالواقع على عين، أما يقول لك إيه قايل هنا، يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين. مسك لك كلمة كلمة، معاوضة خرجت إيه، محضة خرجت إيه، على عين خرجت إيه. فهمت إزاي؟ مسك لك كل واحدة علشان تفهم الدنيا ماشية إزاي. بالواقعة على عين، الواقعة على منفعة، فلما قال واقعة على عين خرج الواقع على المنفعة كالإيجارة والإعارة، مش كده برضو؟ ونحوها، الإيجارة والإعارة، وفي برضو إيه يسموه عقد الجائزة يعني. أما يقول مثلا الجعالة، يسموها الجعالة. الجعالة يعني إيه؟ يعني أنا أعمل مكافأة لمن يفعل لي كذا. أقول مثلا إن أنا ضاعت مني شنطة فيها أوراق هامة، من يأتيني بها أعطيه 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي اسمها جعالة. فهمت إزاي؟ واضح؟ دي اسمها جعالة. فده اسمه عقد جعالة. المصريين يسموها دلوقتي الحلاوة. يقول لك فين الحلاوة؟ لما تضيع منك حاجة ويلاقيها لك، يقول لك فين الحلاوة؟ الحلاوة دي بقى في عقود الفقه اسمها الجعالة. واضح؟ المصريين خلوها حلاوة، ما يجراش حاجة عشان بيحلي بقه يعني، أو بيحلي قلبه يعني، بيفرح بالمال فقلبه يدخل من فرح. حكم الناس دلوقتي بقت تفرح بما يجمعون، وربنا بيقول قل بفضل الله ورحمته خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني ربنا أمرنا أننا نفرح بفضل الله ورحمته، مش نفرح بما يجمعون. لا، الناس دلوقتي بقت تفرح بما يجمعون ولا يفرحوا بفضل الله ورحمته. اختلفت الفطر. فهمت ازاي؟ فالواحد ياخد باله ايه يفرح بايه ويمكن. سيدنا عمر بن الخطاب مثلا كان ايه في خلافته، جابوا بقى الاموال من البلاد المختلفه والزكوات، فتحت البلاد على البلاد الاسلاميه بقى كتيره والمال كتر. فلما جات الجمال والابل والغنم خلى العمال بتوعه يعدوهم، يحاولوا يعدوهم، فشلوا من كثرتهم. كل ما يحاولوا يفشلوا كتير قوي. خرج يبص لقاها تسد عين الشمس من كثرتها. فقام ايه خادم سيدنا عمر قال ايه؟ شوف، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله ورحمته. شايف الايه؟ قال لا، هذا مما يجمعون. سيدنا عمر يقول له ايه؟ هذا مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، اي بالقرآن ورسوله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللي انت شايفه ده مما يجمعون، انت فرحان مما يجمعون؟ افهم الكلام. فعلشان كده الواحد لازم يعرف هيفرح بايه. الناس الصالحين لما الدنيا تقبل عليهم قلبه يكش وينقبض، يبقى خايف منها، لان عارف انها سم، عارف ان الدنيا دي سم. حية تسعى، خذها ولا تخف، نهر طالوت إلا من اغترف غرفة بيده، مش كده برضه؟ اللي متغطي بيها عريان. الناس العوام يقول لك كده، يعني عارف إن الدنيا إذا أقبلت فيها إن، يبقى الآن دي فتنة. فهمت؟ مش يفرح، بخلاف بتوع العصر بتاعنا إحنا. لا، ده أول ما تلاقي واحد كده راكب أحدث موديل وعنده شقة مش عارف إيه، يقول أصل ربنا فتح عليه يا عم، فتح عليه يعني إيه؟ فتح عليه الفتن، فتح عليه أبواب الفتن. طب بذمتك إحنا لو ربنا سبحانه وتعالى كان مخلينا من أصحاب المليارات كنا قعدنا القعدة دي؟ إحنا كنا قعدنا القعدة دي وصلينا المغرب وقعدنا في الجامع لحد العشاء؟ لأن التانية أبواب فتن، لو اتفتحت علينا ما كناش هنبقى فاضيين، هنبقى مشغولين في متابعة بقى أسعار البورصات والأموال المالية والأوراق، وقاعدين بقى في مع رجال الأعمال بنتعشى وبنعمل عقود بيع وشراء، والأذان يجي ورا الأذان واحنا مشغولين. صح ولا لا؟ الدنيا إذا أقبلت تدبر الآخرة، على طول كده. عشان كده الواحد يعرف يعني الدنيا ماشية إزاي.
فعلشان كده هو بيعرف لك كل حاجة، يخرج لك حاجة، كل حاجة بيخرج لك حاجة. يبقى الواقعة على عين، خرج منها الواقعة على منفعة كالإجارة ونحوها، زي ما قلت لك المصريين يقولوا عليها الحلاوة والجعالة برضه تمشي. وباللازمة، كلمة اللازمة اهي مش قايل لك ايه؟ هو يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين. كلمة لازمة من الجانبين خرج الجائزة منهما كالوكالة. الوكالة ده مش عقد بيع، يبقى ما فيهوش اختيار، واضح؟ ما فيهوش خيار مجلس، واضح الكلام؟ يبقى كل كلمة بتخرج حاجة. الجائزة منهما، العقد الوكالة ده عقد جائز مش عقد لازم، يعني ممكن اوكل وفي اي لحظة ممكن ايه انهي وكالته، مش كده برضه؟ مش عقد لازم. فلما بيقول لازمة يبقى خرج العقود غير اللازمة كالوكالة اللي هي العقود الجائزة ونحوها، او من احدهما كالكتابة. الكتابة بين العبد وسيده، ده يبقى لازم من جهة ومش لازم من جهة، لازم من جهة العبد ومش لازم من جهة السيد. في أي وقت السيد ممكن إيه يقول له لا أنا مش موافق، غيرت رأيي، واضح؟ وبقولنا ليس فيها تملك قهري الشفعة، خرجنا الشفعة لأنه حق يثبت للإيه؟ للشريك القديم بس، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بثمن المثل، دي الشفاعة الشفعة. عقد يثبت للشريك القديم يثبت بس، ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاختيار. يعني انا وانت شركة في قطعة ارض، انا ليا تلتينها وانت ليك تلتها، او خليك انت ليك التلتين يلا عشان تفرح وانا ليا التلت، ما يجراش حاجة. وبعدين انت حبيت تبيع نصيبك واحنا الارض بتاعتنا مش متقسمة مشاع، يعني انا ليا التلتين في المشاع والتلت في المشاع وانت ليك الباقي في المشاع، كويس؟ فانت عايز تبيع نصيبك. لو عايز تبيع نصيبك ما ينفعش تجيب واحد غريب مكانك يحل محلك ويشتري منك الا لما تستأذن انا. ليه؟ لان انا شفيع هنا. ويقول لك ايه؟ الجار اقرب ايه اولى بالشفعه، والجار هنا اللي هو الشريك القديم. طب افرض انك انت جبت واحد اشترى نصيبك من ورايا، ادالك في التلت بتاعك 100,000 جنيه، فرحت انت اخدت ال 100,000 جنيه وروحت، فجاي انا الارض تاني يوم ماشي بصيت لقيت راجل غريب جاي بيقول لي انا شريكك. شريكك ايه يا عم؟ ما شريكي مش انت؟ يقول لي لا ما انا اشتريت امبارح، حتى شوف العقد اهو، اشتريتها ب 100,000 امبارح، بقينا شركة. ويطلع الشريك ده عدو ليا، وهو جاي هنا عشان يرازيني بقى ويقرفني. او ما انا في الحاله دي ممكن اعمل ايه؟ ارفع قضيه عند القاضي واشتري بالثمن اللي انت دفعته، والقاضي يحكم لي قهرا، قهرا اهو، ان انا ادفع لده ال 100,000 ويطلع منه، لكن هشتري بنفس الثمن مش اقل، بس ليا ايه؟ ليا حق. طب افرض ان انا ما روحتش رفعت عند القاضي قضيه ولا اتضايقت ولا حاجه، خلاص، لانه مش لازم، مش قهري، مش حق قهري، ده حق اختيار. افرض ما فرقتش معايا او زيد زي عبيد وخلاص وانتهينا، خلاص انتهينا، واضح؟ يبقى الشفع حق لكن ليس قهري، ليس على سبيل القهر، واضح؟ عشان كده لما يقول قهري يخرج ايه؟ يخرج الشفع. وبقولنا ولا جرت مجرى الرخص، لما يقول ولا جرت مجرى الرخص، الكلمه دي الحواله، الحواله دي رخصه. الحواله يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا ايه اشتريت منك بضاعة ب100,000 جنيه، فانت عايز تاخد مني 100,000 جنيه، انا ما عنديش سيولة الوقت ال100,000، انا لما اشتريت منك انا كنت اصلا ليا 100,000 جنيه عند فلان التاني ده هيجيبها لي بكرة، كويس؟ فانا اشتريت النهاردة وقلت لك هجيب لك الفلوس بكرة، على ان فلان ده معاده انه هيجيب لي ال100,000 بكرة، فلما جه بكرة فلان ده ما جابها ليش، فرحت انت اتصلت بيا قلت لي بكره جه فين ال 100,000؟ اقول له والله احلتك على فلان بال 100,000 التي لي عليه فخذها منه، دي اسمها حواله، عقد ايه؟ حواله.
احلتك على مليك، ليا انا حق فيه عنده. فهمتني ازاي؟ فهمت؟ تصورت عقد الحواله بيتم ازاي؟ عقد الحواله ده على سبيل الرخصه. فهمت ازاي؟ ده على سبيل الرخص بس، فله ان يقبل وله ان لا يقبل. يقول له لا ده الراجل ده مماطل، ما تحلنيش عليه مثلا. طب لو قبل خلاص، يبقى يروح بقى يخلص نفسه منه. طب افرض فشل، ما ينفعش يرجع لي تاني، خلاص طالما قبل يبقى بينهم القضاء بقى، هم يصطفوا في القضاء بعيد عني. فهمت؟ خلاص طالما هو قبل في الاول، لكن قبل ما يقبل هو مش ايه، على سبيل الرخصة. واضح؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اجاز انك انت ايه، انك تحيل على مليء. تحيل على مليء يعني انا ما عندي سيولة وليا فلوس عند واحد غني، وبعدين اصبحت مديون، اعمل ايه؟ احيل على مليء يعني على الغني ده، هو اللي يسدد عني من الفلوس اللي عنده. واضح؟ ده عقد الحوالة هنيجي ناخده بعد كده، اصل فيها ايه محيل ومحال عليه، ويعني موضوع كده نبقى نشرحه بعدين. ولا جرت مجرى الرخص الحوالة فلا خيار في شيء مما ذكر. يعني هو لو وافق على عقد الحوالة، قال لي خلاص وافقت واحنا قاعدين، ما ينفعش بعد شوية واحنا في المجلس يقول لي ما وافقتش، ما فيهاش خيار مجلس بعقد الحوالة. واضح؟ طالما وافق من أول مرة خلاص، مفيش حاجة اسمها غيار مجلس. واضح؟ قوله بين إمضاء البيع وفسخه ظرف للخيار، فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه، فلو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ. يعني افرض ان احنا واحنا قاعدين في المجلس واحد مصمم على ان العقد يستمر والتاني مصمم انه ما يستمرش، نقدم رأي مين؟ نقدم رأي مين؟ وحصلت قضية بقى ورفعها عند القاضي، القاضي يعمل ايه؟ يقدم الفسخ، لان الفسخ في الاصل انه ما فيش ارتباط اصلا بيننا وبين كل واحد، ماله تحت ايده. فهمت ازاي؟ خلاص فيقدم الفسخ لانه مع الاصل، انما عقد البيع بيغير الصور، بيخلي بتتملك اشياء جديده وبتنتقل في انتقال. فلو اختلفنا، انا بقول انا مش موافق والتاني بيقول لا ده لازم، ورحنا للقاضي، القاضي يقدم راي الفسخ. واضح في القضيه؟ فكل منهما مخير بين الزام البيع وفسخ، فلو اختار احدهما لزوم البيع والاخر فسخه قدم الفسخ وان تاخر عن الاجازه. لأن المقصود من إثبات الخيار إنما هو التمكن من الفسخ دون اللزوم لأصالته كما مر. قوله، وعلشان كده في القانون يقول لك إيه؟ يظل الأمر على ما هو عليه، ويبتدي بعد كده وعلى المتضرر القضاء. يوم يمكنك مثلا من الشقة اللي أنت ساكن فيها لأن مفتاحها في إيدك وأنت اللي شاغلها. يجي واحد بعقد ملكية يروح للقاضي يقول له أنا مالك الشقة دي وفلان ساكن فيها. واخد بالك؟ القاضي ما ايه عايز مع العقد ده كمان يجيب شهود التاني ده. افرض انا ما جبتش العقد ده او العقد ده مش ضايع، يعمل ايه القاضي لما يحصل فيه تنازع على حاجه زي دي؟ يقول لك اللي في ايده الشقه دي قرينه قويه، خليه قاعد فيها لحد ما التاني يجيب لي ما يثبت، لان العقد ده يمكن ما جابوش للقاضي الوقت ده. يقول له اصل العقد ده كنت حاطه في شنطتي اللي موجوده في امريكا، وان شاء الله هم هتيجي الاسبوع الجاي. طب خلاص يظل الامر على، تخلي الراجل قاعد في شقته لحد ما تجيب لي العقد ونتسبب. فهمت؟ لان كل حاجه على اصلها، هو ده قاعد في الشقه، قاعد في الشقه، مش هغير انا حاجه لحد ما تثبت. واضح؟ قوله اي يثبت لهما خيار المجلس، تفسير لحاصل المعنى. وقوله كالسلم اي وبيع الربا والتوليه والاشراك، كأن يقول له وليتك العقد بما قام علي أو أشركتك فيه بكذا فيقبل فيهما. طب يلا أذن الأول. يا الله هتتعبوا أنتم معايا في العقود دي، ما ننقل إحنا نخش حتة سهلة. الله أكبر الله أكبر.
يا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فبيقول إن خيار المجلس هنا يثبت في إيه؟ في أنواع البيع كلها كالسلم، وحتى بيوع الربوي، البيع الربوي برضه يعني الأجناس الربوية ما هي بيوع برضه، بس بيشترط فيها شروط زيادة شوية زي ما قلناها قبل كده، برضه فيها خيار المجلس في عقد السلم وعقد البيع الربوي وغير ذلك. كالسلم أي وبيع الربوي والتولية، يعني أنا بقول لك إحنا وإحنا قاعدين في المجلس أنا عايز أشتري والبائع موجود وفي طرف ثالث قاعد، فأنا أقول له إيه وانا مشغول جالي مكالمه في المحمول او حاجه مهمه، فقلت له انا وليتك انك انت تجري العقد مكاني كويس على ما اخلص اللي في ايدي ده، يبقى اسمه عقد توليه برضو. ايه في العقد ده في خيار، يعني ممكن التاني يقول له لا بلاش انا مش موافق انا مش هتولى العقد بالنيابه عنك، لا طالما في مجلس، لكن انا انصرفت خلاص يبقى خلاص يقوم بيه، واضح؟ ده اسمها التوليه. والاشراك او يقول له انت خليك شريك معانا وحاضر كده علشان تنصحني وانا بتفاوض معاه، فاشركه في المفاوضات بتاعه العقد وهو اصلا مش طرف فيها، يعني لا هو بائع ولا مشتري، ده شريك بس في المفاوضات، واضح؟ والاشراك كان يقول له وليتك العقد بما قام علي او اشركتك فيه بكذا فيقبل فيهما، كويس؟ كل دي ليها ايه؟ ليها خيار مجلس العقود دي كلها. قول ما لم يتفرقا أي وما لم يختارا لزوم العقد كما سيشير إليه الشارح، فلو قاما وتماشيا منازل أو طال مكثهما دام خيارهما. احنا قايلين ان الخيار هنا التفرق بالأبدان، لو قاعدين مع بعض في أوضة واحدة في فندق عدة أيام كل الأيام دي اسمها مجلس عقد، شوف قد ايه يناموا ويقوموا وياكلوا ويشربوا ويخشوا الحمام ويتوضوا ويصلوا، كل ده طالما قاعدين مع بعض كل ده اسمه ايه؟ خيار مجلس، ما تفضش المجلس لسه، فهمت بقى؟ ولو اتمشينا مع بعض منازل، يعني اتمشينا من هنا لحد السيدة عائشة، اتمشينا من هنا لحد حلوان، أي حاجة بقى، اتمشينا قعدنا 10 ساعات نتمشى، برضه
لسه المجلس مستمر طالما احنا مع بعض. المكان بيتغير ما احنا بنمشي، لكن احنا مع بعض، ابدلنا مع بعضها، راكبين الطياره والطياره بتمشي، واتفقنا واحنا في لندن، لكن الطياره دلوقتي بقت فوق باريس، ما زال مجلس العقد منعقد لان احنا ما زلنا في الطائره ومشينا اميال طويل. فهمت ازاي؟ يبقى العبره بالتفرق بالاميال بالاجساد مش بمكان العقد. فهمت ازاي؟ فلو قام وتماشيا منازل، يعني اماكن، او طال مكثهما دام خيارهما وان اعرضا عما يتعلق بالعقد. ولو غيروا الكلام، بيرد على من اجازت الايه؟ ان التفرق بالاقوال، لان في مذهب مقابل للشافعيه ان يقول ان التفرق بالاقوال، يعني فتحنا موضوع تاني. لا، بيقول لك حتى ولو اتكلموا في مواضيع مختلفه، وان اعرضا عما يتعلق بالعقد، يعني اتكلموا في اي مواضيع تانية، يظل الامر. قوله اي مده عدم تفرقهما، اشاره بذلك لان ما مصدريه، ما هو بيقول لك ما لم يتفرق، ما دي ايه؟ ما مصدريه، ظرفيه، فمعنى كونها ظرفيه انها تفسر بمده، ومعنى كونها مصدريه انها آلة في سبك ما بعدها بمصدر، ولذلك قال اي مده عدم تفرقهما. ولو زادت المده على 3 ايام، ما احنا قايلين خيار الشرط 3 ايام، لكن افرض مجلس العقد زاد عن 3 ايام، يفضل مجلس عقده. واضح؟ قوله عرفا، فما يعد في العرف تفرقا ينقطع به الخيار، وانما رجع فيه الى العرف لانه ما ليس له حد في اللغه ولا في الشرع يرجع فيه الى العرف. يبقى العرف دليله من أدلة الشرع، طالما الشرع جاء في بعض المسائل لم يحدد فيها حد، يبقى مع انه بيقول لك الحد اعرفه من الواقع، الواقع اللي هو العرف. كويس؟ يبقى احنا بناخد أدلتنا الشرعية من الكتاب والسنة والواقع. خد بالك الحتة دي ما بينوهش عليها كثير من الفقهاء، لكن هي واقعة في كثير من أبواب الفقه. طب اللي يقول لك احنا ادلتنا الكتاب والسنه، لا والواقع، يعني الامور التي لم يحدد فيها الكتاب والسنه حد قاطع نرجع للعرف. عشان كده الامام الشافعي عنده من ادله مذهبه ايه؟ العاده محكمه. العاده محكمه، يعني طالما الشرع ما بينش في مساله ما قدر معين يبقى العاده محكمه. يعني الشرع قال لي انفق على زوجتي، ما قاليش انفق قد ايه. الشرع قال لي انفق قد ايه؟ ما قاليش. انفق عليها لينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يوم نيجي اختلفنا والزوجه ما بنفقش عليها بما فيه الكفايه، تروح للقاضي، يقوم القاضي يحكم العرف، يقول انت بتشتغل ايه؟ مرتبك قد ايه؟ يقوم يحكم لها نفقه على مستواها الاجتماعي. واضح؟ يعرف ان ده بيشتغل مثلا عنده مصانع كتير، ويقول لها انا فائتها الشهريه تنفق عليه 10,000 جنيه. يجي له واحد تاني يقول له تنفق عليه 500 جنيه. ده 10,000 وده 500 جنيه، لأن كل واحد على حسب العرف. لأن الشرع لم يحدد قدر معين في النفقة. فمتروكة للعرف، والعرف يتفاوت بتفاوت الأشخاص. واخد بالك؟ يبقى هو الواقع أهو من ضمن أدلة الشرع. طب يقول لك الحيض، الحيض دي بينبني عليه أحكام كتيرة. بينبني عليه عدة المطلقة. مش كده برضه؟ ينبني عليه براءة الرحم، وينبني عليه حل الوطء من عدم، وينبني عليه حل الطواف من عدم، وينبني عليه وجوب الصلاة من عدمها، ينبني عليه الصيام من عدمه، ينبني عليه أحكام كتيرة. طيب أي دم تشوفه المرأة في أي سن يبقى حيض؟ طب افرض عيلة عندها 6 سنين شافت دم نزل من فرجها الأمامي، نعتبر ده حيض؟ ونقول بلغت؟ ولا ما نعتبرش حيض؟ طب افرض واحدة عندها 80 سنة وشاف الدم نزل عليها بعد ما انقطع الحيض 40 سنة. نقول عليه حيض ولا نقول عليه مش حيض؟ الشرع علق أحكام على الحيض، لكن ما قاليش أقل سن الحيض إيه ولا أقصى سن الحيض إيه. ما قاليش. يبقى معناه أجيبه منين؟ من الواقع. أعمل استقراء وأشوف الستات أقل 6 حاضت في الواقع
قد ايه؟ الامام الشافعي عمل استقراء عام، سال اهل اليمن واهل الحجاز واهل العراق واهل مصر، سال كل الناس. الامام الشافعي لا، اقل سن وصل له 9 سنين، فقال لك اقل سن للحيض 9 سنوات، او جابها من الواقع وبقت شرعا. فلو شافت الدم في سن 8 سنين استحاضه تصلي وما بلغتش، واضح؟ طب شافت الدم بعد 9 سنين فما زاد حيض، ولا حد لاكثر عند الامام الشافعي؟ قال لك ولا حد لاكثر عندنا وعند الملكيه؟ قال لك لا، لو حد لاكثره. اقصى مده يستمر فيها الحيض عند الائمه مثلا يقول لك اسال الواقع، بعض الناس يقول لك 50 سنه، ناس يقول لك 55 سنه، بعض البلاد 60 سنه. طيب بعد 60 شافت في سن 90 يبقى استحاضه، ما تمتنعش عن الصلاه ولا تمتنع عن الصوم، تصوم وتصلي، ده نزيف، ده مش حيض، ده نزيف، ده مرض. فهمت بقى؟ والشافعي عندهم قول لا، طالما من 9 سنين لحد ما قبل ما تموت اي دم تشوفه اسمه حيض شرعا، وان كان نزيف عند الاطباء. يبقى له حكم في الشرع عند الشافعي، يقول لك ده حيض يعني لا تصلي ولا تصوم، وهو نزيف عند الاطباء تروح تتعالج. واضح؟ خدوا الادله دي منين؟ من الواقع. يبقى الواقع، الواقع نفسه دليل من ادله الشرع، لان الواقع هو خلق الله، مش كده بقى؟ مش هو اللي ربنا اللي خلق الواقع؟ يبقى ما نقول ان احنا ادلتنا من الوحي ومن الخلق ومن السنه، من الوحي ومن الخلق، لان الوحي وحيان، وحي ايه؟ وحي مرئي وهو الاكوان، ووحي مسموع وهو القران والسنه. فالوحي وحيان، مش كده؟ لان كل من عند الله، الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، فالخلق من الله برضه، مش كده برضه؟ فيبقى ما ناخد احنا الادله من الواقع، دي ادله شرعيه برضه، لان هو الذي خلق الواقع. واضح؟ مهم الحاجات دي علشان في ناس ما بتاخدش بالها منها. ايه؟ حتى لو الاطباء قالوا ان هو نزيف. ايوه، ما هو نزيف طبا، حيض شرعا، ما يجراش حاجه. نزيف من الناحيه الطبيه، وحيض من الناحيه الشرعيه، يعني ما تصليش. ده الشافعي رايهم كده. لو عمل تحاليل واشعاعات حتى كل حاجه، طالما في زمن الامكان، في زمن الامكان خلاص. وضربوا مثال، قال لك ستنا ساره فحاضت في سن 90 وانجبت سيدنا اسحاق وكانت عندها 90 سنه، وقع ولا ما وقعش؟ وقع. حاضر يا امام. فسكت لما الامام الشافعي قال لهم كده، سكت، قال لهم مش احنا ادلتنا في اقصى سن للحيض الوقوع الواقع ساره، مش فضحكت، فبشرناها باسحاق، وضحكت يعني حاضت، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى حضرت في سن 90 ولا ما حضرتش؟ يبقى المراه ممكن تحيض ولا ما تحيضش في سن 90؟ قالوا تحيض يا امام. قال خلاص يبقى حل. شفت بقى بيفكروا ازاي الائمه؟ بس ما هم ما بيتغلبوش. التانيين ردوا عليه قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له. برضه ما بيغلبوش. التانيين ما يتغلبوش برضه. ويظل الفقهاء مختلفين في الفروع، ما يضرش، ما يضرش. وخلاف الفروع ده حلو، يعني بيدي لك سعه في الشرع. يعني واحده ست عجوزه وتعبانه وركبها تعبانه وشافت شويه نزيف وعندها 90 سنه، اما نفتيها بمذهب الشافعي يقول لها ما تصليش. حلو. او بدل ما تقوم تصلي وتتوضى وتتزحلق في الحمام تتكسر، يلا يا ستي ما تصليش لحد ما تتعالجي. سهل، مش كده؟ حلوه برضه. طب افرض النزيف مستمر، اقصى مده حيض 15 يوما وما زاد على ذلك يعتبره نزيف، نقول لها امتنعي 15 يوم و15 يوم صلي، و15 يوم امتنعي و15 يوم صلي لحد ما تتعالج. وسهل يعني، الامور يعني سهله. ما فيش بقى واحد يقعد ايه يشتم ده ويسفه ده ويجهل ده ويبدع ده، وده في النار وده في الجنه. الحاجات اللوثه بتاعت اليومين دول ما كانتش موجوده عند الفقهاء بتوع زمان. كانوا يتناقشوا مع بعض وحلوين، ويختلفوا ويقوموا برضه حبايب مع بعض، ويصلوا ورا بعض ويزوروا بعض ويدعوا لبعض وكل حاجه، ويفضلوا مختلفين في الفروع ويحبوا بعض. الامام ابو حنيفه يقول لو اتوضى من غير نيه وضوءه صحيح وصلاته صحيح، الشافعي يقول باطله ويقوم يصلي ورا الاحناف يقول الله اكبر، ما فيهاش مشكله. ما يروحش بقى للحنف يقول له انت نويت ولا ما نويتش في الوضوء بتاعك عشان اصلي وراك ولا لا، ما يعملش كده. فهمت؟ السفسطه الفارغه بتاعت اليومين دول دي سفسطه الجهل.
يعني كان خلافهم اعمق من الخلافات بتاعتنا، ورغم كده ما شتموش بعض، فاهم؟ لكن احنا خلافاتنا بسيطه. يصلي على النبي بعد الاذان بصوت عالي ولا ما يصليش بعد الاذان بصوت عالي؟ ده خلاف بسيط خالص. ده فين ده من دي؟ ده خلاف بسيط في هيئه الهيئه، في هيئه الهيئه. شوف بقى خلاف هيئه الهيئه ده، خلينا مساجد بدعه ومساجد ضلاله وناس في النار وقسمناها، صح؟ مش ده اللي حصل؟ ده دليل جهل العصر، ده انتشار الجهل. ده ماسك سبحه، لا ده مش ماسك سبحه، لا ده بياخد من دقنه بيقصقصها، الثاني لا سايب دقنه كده، انا اصلي ورا اللي سايب دقنه كده، والثاني بيقصقصها، لا ده مبتدع صليش. وما ينفعش، عمر ما الامه كانت كده ابدا، طول عمر الامه تختلف في الفروع، ده يقصقص من دقنه، ده ما يقصقصهاش، ده يسيبها، ده ما يسيبهاش، كلهم مسلمين حلوين. انا اقول رايي وما الزمكش برايي، وفي نفس الوقت انت اخويا وحبيبي ومسلم. عايزين نعيد تاني الحكايه دي بين المسلمين عشان يتالفوا تاني، ما نقعدش نتخانق في فروع. انا ما بلزمكش برايي، وفي نفس الوقت ما بعتبركش انك انت عدوي لو ما اخدتش رايي. لا باس ان انا اقول رايي واقول ادلتي، وانت تقول رايك وتقول ادلتك، ونفضل حبايب وما نبقاش اعداء بعض. انما الشيطان بوش كان يقول كده، اللي مش مع امريكا يبقى ضد امريكا. الله، يعني اللي مش معايا ضدي؟ دي بدعه امريكاني، دي بدعه امريكاني. احنا مش عايزيننا كده، لا، احنا نختلف في المذاهب وفي الفروع وفي اساليب الفكر المختلفه، وبنفضل اخوه متحابين. سيدنا داود وسيدنا سليمان الاثنين انبياء، وفي قضيه واحده، ده يحكم حكم وده يحكم حكم، وده نبي وده نبي. ولا فقد نبوته سيدنا داود لما كان حكم سليمان احسن؟ قال لك ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، وربنا اثنى على الاثنين كمان. ففهمناه سليمان، يعني ربنا ارتضى حكم سيدنا سليمان اكتر، وبالرغم من كده برضه مبسوط من سيدنا داود، قال وكلا اتينا حكما وعلما. فضلوا انبياء حلوين مع بعض واختلفوا في الفروع، جراش حاجه، ما جراش حاجه. علشان كده قال لك عرفا، يبقى نرجع للعرف في مثل هذه الامور، يبقى التفرق متروك للعرف. ولو زادت المدة على 3 أيام، قوله عرفا أي مدة عدم تفرقهما عرفا، فما يعد في العرف تفرقا ينقطع به الخيار، وإنما رجع فيه إلى العرف، لأن ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف. الحتة دي مهمة، تحط تحتها 500 خط، لأنها غايبة عن عقول كثير من فقهاء هذا العصر. دي قاعدة مهمة لازم نبرزها مرة أخرى، لأنها دليل كبير من أدلة الشرع، وهو العرف الواقع. فلو كان في دار كبيرة فالتفرق فيها يحصل بالخروج من البيت إلى الصح، أو بالعكس، أو صغيرة. يعني إحنا قاعدين في فندق كبير، فقاعدين إحنا فوق في الحجرة، واتفقنا في الحجرة على العقد، وبعدين نزلنا قعدنا في ايه؟ في المطعم بتاع الفندق تحت في الدور، خلاص تم التفرق لان دار كبيره، يبقى مجلس العقد هو الغرفه مش الفندق كله. واضح؟ فهمت بقى ازاي؟ خرجنا اتمشينا في الملعب بره، وسبنا المكان اللي احنا اصلا بنتفق فيه في العقود، يبقى خلاص تم التفرق، لان العرف بيقول كده. واضح؟ أو بالعكس، أو صغيرة فبخروج أحدهما منها، ومثلها السفينة، وإن كان في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا كثلاث خطوات، ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكان. افرض بينادوا بعض من بعد كده، يا فلان تشتري مني الجمل ده؟ فرد عليه من بعيد، أيوة بألف دينار بعتك هو إليك، كويس؟ أو على مسافة بعيدة أهو، وبعدين بعد كده اديت ظهري وتحركت خطوتين رحت أشرب، يبقى انقضى مجلس العقد، تم التفرق خلاص. واضح؟ ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن مشى كل منهما ولو إلى صاحبه انقطع خيارهما. قوله إما بتفرق المتبايعين، أي ولو سهوا أو جهلا، لكن بشرط ان يكون طوعا. افرض التفرق ما كانش طوعا،
دخل واحد وراح مكتفني ومخرجني من الاوضه بعد ما تعاقدت معاه من غير ما اخرج غصب عني عشان يلزم العقد عليا، يبقى انا كده مكره، يبقى من قضاش الايه البيت. او مثلا ايه حصل حريقه، قالوا حريقه كل الناس فرحت انا جاري علشان انقذ نفسي من الحريقه، او قالوا زلزال رحت طالع جريت وهو نزل جري واحنا لسه كنا متفقين، يبقى لسه ما انقضاش لان تفرقنا هنا مش بالاختيار بالاجبار. واضح؟ يبقى لازم التفرق يكون بالاختيار طوعا. فلو اكره احدهما عليه لم ينقطع خياره دون خيار الاخر لتمكنه من القيام معه، فلو منع من الخروج معه لم ينقطع خياره ايضا، فاذا زال الاكراه اعتبر محل زواله، ولو هرب احدهما ولم يتبعه الاخر بطل خيارهما الا ان كان غير الهارب نائما. مثلا يعني الثاني جري اللي بيعقد معايا العقد بعد ما اتفقنا جري وفتح الباب ونزل وانا ما جريتش وراه، يبقى خلاص اعتبرت ان انا موافق وانه لازم خلاص. طب افرض هو استناني لما نمت وبعدين فتح الباب وخرج، يبقى انا لسه ليا خيار المجلس لان لما خرج انا ما ادركتش خروجه. واضح؟ إلا إن كان غير الهارب نائما مثلا فلا يبطل خياره لعدم تمكنه من التبعية أو الفسخ. قوله ببدنهما، نقف على هنا بقى اللي تعريف التفرق بالأبدان إن شاء الله يوم السبت يوم الخميس القادم بإذن الله. أبواب البيوع عايزة تركيز، نستمر ولا نقطع؟ صعب عليكم؟ ما ليه صعب علي ليه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى